السلام عليكم أحبتي وأصدقاء متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية، وجيناكم بآخر أخبار الكرة العراقية ومستجدات. يلا خليكم وياي. مدرب منتخبنا الاولمبي الكابتن راضي شنيشي في تصريح قال ان مدرب منتخبنا الوطني اسباني خيسوس كاساس اصبح على درايه ومعرفه كامله باللاعبين واستدعاء الانسب منهم للمنتخب ويبحث عن مباريات وديه كبيره امام صفه منتخبات اسيا للتعرف على المستوى الحقيقي للاعبي منتخبنا الوطني. في حين صرح اللاعب الدولي السابق احمد غضير قائلا ان تغيير فكر اللاعب العراقي ليس بالسهل وكاساس بصمته واضحه على لاعبي منتخب العراق والآن هو بحاجة للمحترف الجاهز الذي يقدم الإضافة الفنية لمنتخبنا مثل أمير عماري والله يفضل. أما بخصوص بشار رسن وصفاء هادي فيستحقان فرصة مع كاساس. أنتوا شو تقولون يستحقون لو خلص وقتهم؟ ونجي على الشغل الشاغل للشارع الرياضي حول استبعاد اللاعب بلاد آزاد من قائمة منتخبنا الشباب، بحيث كشفت مصادر بأن بلاد آزاد يعاني من إصابة قديمة وتأكدت إصابته أثناء وجوده في معسكر تركيا السابق الذي أقيم لمنتخبنا الشبابي ولم يشارك فيه اللاعب في جميع المباريات الودية. وأشارت هذه المصادر إلى أن اللاعب آزاد ظل بلا جاهزية فنية وبدنية لأكثر من 3 أسابيع وعليه قرر الجهاز الفني منتخبنا الشبابي استبعاد اللاعب من القائمة النهائية وتعويضه بلاعب محلي آخر. وأفادت هذه المصادر بأن اللاعب المولود في هولندا أرسل مؤخرا مقطع فيديو يوضح أنه لعب 15 دقيقة فقط مع فريق بالدوري الهولندي ولوحظ خلال الفيديو أنه ما زال غير جاهز من ناحية الفنية والبدنية، هو ما دعا المدرب عماد محمد لاستبعاده من القائمة النهائية بعد طلب الاتحاد الآسيوي لتسليم القائمة النهائية يوم الأحد. ونفت المصادر ما تردد في بعض وسائل الإعلام العراقية باستدعاء نجم مدرب منتخبنا الشباب محمد عماد محمد محل اللاعب المبعد بلاد آزاد مؤكدا ان القائمة النهائية لم تضم ابن المدير الفني لمنتخبنا الشبابي وكل ما تداوله هو عارم من الصحة يثبت ان الجهاز الفني تعامل بمهنية عالية. انت شو تقولون هذا الكلام صحيح؟ مع اللاعب الدولي علي عدنان اللي مصادر تفيد بانه قريب الانتقال للدوري السعودي الافضل في اسيا في احد اندية المقدم. مصادر تفيد بأن اللاعب العراقي الأصل بيتر جورجيس اللي عمره 22 عام سينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي ديغروفيتش الناشط في الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم. بالتوفيق لك يا بيتر.